بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضيع مقترحة في الرياضيات في المتتاليات العددية لبكالوريا 2017 رقم 2، أنصح به شعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي والرياضي لأنه تمرين رائع، حيث قال إيلي أن متتالية عددية معرفة كما يلي: إيلي 1 يساوينا ربع، ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم أن إيلي أن زائد 1 يساوي لنا أن على 4 في أن زائد 1 الكل في إيلي أن. واحد ألف قال أحسب الحدين إيلي 2 وإيلي 3. باء قال برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم أن إيلي أن أكبر تام من الصفر، أكيد هنا نستعمل برهان بالتراجع. جيم قال أدرس اتجاه تغير المتتالية إيلي أن ثم استنتج أنها متتالية متقاربة وأحسب نهايتها. ثم قال ثانيا نعتبر المتتالية العددية في لأن المعرفة كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم أن في لأن يساوينا أن في 2 قوة أن في إلي أن. قال ألف بين أن في لأن متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها كي وحدها الأول في لي واحد. با قال أكتب كلا من في لأن وإلي أن بدلالة أن، يعني المقصد عبارة الحد العام، ثم أثبت صحة تقارب المتتالية إلي أن. ثالثا قال أحسب بدلالة أن المجموع أس أن، حيث أس أن يساوينا في لي واحد زائد في لي اثنان إلى غاية في لي أن. با قال أحسب بدلالة أن الجداء بي لي أن، حيث بي لي أن يساوينا إي لي واحد في اثنان في إي لي اثنان في إلى غاية أن في إي لي أن. إذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل. إذا ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول. قال أحسب ماذا؟ أحسب إي لي اثنان وإي لي ثلاثة. إذا نكتب هنا حساب ماذا؟ إي لي اثنان وإي لي ثلاثة. هنا الأمر جد بسيط، لكن ما عليكم إلا الانتباه معي فقط. عندنا هذه العبارة كما تلاحظون، كم نضع هنا للآن حتى نتحصل على ماذا؟ على الاثنان. أكيد سوف نعطي له هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، تصبح لنا إي لي واحد زائد واحد اللي هي كم؟ اللي هي إي لي اثنان يساوي لنا واحد على أربعة في ماذا؟ في اثنان، لأن هذا مع هذا كم؟ اثنان في إي لي واحد، إي لي واحد ها هي إنها كم؟ إنها ربع، يعني في واحد على أربعة. تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا واحد على ثمانية في ماذا؟ في واحد على أربعة، وتساوي لنا كم؟ واحد على 32. إذا تذكروا أن إي لي اثنان كم يساوي؟ يساوينا واحد على واحد على 32 فقط. ثم بعدها نأتي بنفس الخطة لإيجاد إيلي ثلاثة، كم نعطي للآن حتى نتحصل هنا على الثلاثة؟ أكيد نعطي له هنا اثنان وهنا اثنان وهنا اثنان وهنا اثنان، فتصبح لنا إيلي اثنان زائد واحد اللي هي إيلي ثلاثة يساوي لنا اثنان على أربعة في ثلاثة، لأن المجموع هذا يعطينا ثلاثة في إيلي اثنان. إيلي اثنان ها هي قيمته، نضعها في هنا، يعني في واحد على 32. تصبح لنا تساوي لنا كم؟ أولا تصبح نختزل هذا مع هذا، تصبح لنا واحد على اثنان في ثلاثة اللي هي واحد على ستة، يعني هنا تبقى لنا واحد على ستة في ماذا؟ في واحد على 32، وتعطينا البسط في البسط والمقام في المقام، فنجد أن إيلي ثلاثة تساوي لنا كم؟ واحد على 192، هذا هو إيلي ثلاثة فقط يا أبنائي. بعدما أنهينا مع حساب هذين الحدين نتطرق الآن إلى باء. قال برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم أن إيلي أن أكبر تام من الصفر. إذا نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن إذا كان عندنا أن ينتمي إلى أن نجمة، يعني لا يوجد إلا الصفر، يعني الصفر لا يوجد، حيث أنه أراد منا أن نثبت أنه إيلي أن أكبر تام من الصفر. بما أن الأمر متعلق بالأعداد الطبيعية يعني المتتاليات، فهنا نبرهن بالتراجع، نقول يتم البرهان على ذلك باستعمال ماذا؟ البرهان أو الاستدلال بالتراجع. إذا البرهان بالتراجع أو الاستدلال بالتراجع، لأن خاصية متعلقة بالأعداد الطبيعية. ماذا نقول أبنائي؟ نقول نسمي ماذا؟ نسمي بي لأن هذه
الخاصية. من هي الخاصية اللي هي اي لان اكبر او يساوي اكبر تم من الصفر؟ اذا هذه نسميها خاصية بي لان. ننطلق. البرهان بالتراجع يحتوي على ثلاث مراحل. عندنا مرحلة التحقق، نقول من اجل ماذا؟ من اجل ان ياخذ اول قيمة اللي هي واحد. لماذا لا ياخذ الصفر؟ لان قال من اجل ان غير معدوم. اذا فننطلق فنقول ماذا؟ فنقول اي لكم، اي لي واحد تساوي لنا كم؟ ها هي اي لي واحد، انها ربع، والربع بطبعه اكبر تم من الصفر. نقول ومنه الخاصيه بي لي واحد كيف هي؟ محققه. من اجل ماذا؟ من اجل ان كم اخذ؟ اخذ لنا واحد. اذا اول شيء تسمى بدايه تراجع. ماذا معنى بدايه تراجع؟ ناتي قيمه الحد الاول ونضعها في هذه الخاصيه، هل حققت؟ نعم، ربع أكبر من الصفر. ثم ماذا تقول القاعدة؟ إذا سمينا هذه ألف فنأتي الآن إلى ب، نقول ونفرض أن بي لآن كيف هي؟ محققة. من أجل ماذا؟ من أجل أن ينتمي إلى الأعداد الطبيعية غير المعدومة. كيف يا أبنائي؟ دائما في البرهان بالتراجع أن التي تعطى لنا، الخاصية التي تعطى أن نبرهنها نفرضها، احفظوا هذه، نقوم بفرضها. إذا أي ماذا؟ أي أنه إي لآن نفرضها أنها موجبة تماما، هكذا حتى تفهموا جيدا. ثم الأخيرة اللي هي مرحلة الحسم اللي هي مرحلة جيم، نقول ونبرهن صحة ماذا؟ صحة الخاصية بي لآن زائد واحد أنها محققة. من أجل ماذا؟ من أجل آن زائد واحد هذا ينتمي إلى الأعداد الطبيعية غير معدومة. أي ما هي الشيء الذي علينا أن نبرهنه؟ نبرهنه أن إي لآن زائد واحد أكبر من الصفر. ركزوا أرجوكم. أولا بداية التراجع نأتي بالحد الأول، لو وضعناه هنا وجدناه محقق، ثم هذه نفرضها أنها صحيحة أو محققة، ونثبت هذه أنها محققة. هذه هي خطوات البرهان بالتراجع. لكن ركزوا معي كيف نصل إلى هذا. نقول ننطلق من الفرضية، ماذا فرضنا؟ نقول لدينا ماذا فرضنا؟ ها هي ماذا فرضنا؟ فرضنا أن إي لآن كيف هي؟ أكبر من الصفر. إذا نقول لدينا أن إي لآن أكبر من الصفر، هذه من ماذا؟ من الفرضية، نحن فرضنا هذا. دائما في البرهان بالتراجع الشيء الذي يعطى لكم تبرهنوه أنتم تفرضوه، ثم علينا أن نصل قلت إلى هذه. لاحظوا جيدا، عندنا أو كذلك عندنا آن على ماذا؟ على آن في ماذا؟ على أربعة، عفوا، على أربعة في آن زائد واحد، هذه قيمة كيف هي؟ موجبة تماما، لأن آن ينتمي إلى الأعداد الطبيعية غير المعدومة. إذا تخيلوا هذا موجب وهذا موجب وهنا موجب، إذا موجب على موجب يعطينا موجب، وعندنا آن ينتمي إلى ماذا؟ إلى آن نجمة، يعني مستحيل أن يأخذ حتى الصفر. إذا فنجد ماذا؟ فنجد أن هذه القيمة مهما كان آن ينتمي إلى آن نجمة موجب، وهذه من الفرضية موجب. لو نأتي نقول هذه رقم واحد وهذه رقم اثنان، نقول بالضرب واحد في ماذا؟ في اثنان، نجد ماذا نجد يا أبنائي؟ نجد أنه آن على آن، عفوا، على أربعة، عفوا، على أربعة في آن زائد واحد في إي لآن قيمة موجبة، لأن هذا في هذا وهذا في هذا. فتبقى لنا فهذا ماذا يعني؟ هذه القيمة هي لمن؟ أليس هي هذه وهذه هي إي لآن زائد واحد؟ نقول ومنه ماذا ينتج؟ أن إي لآن زائد واحد قيمة موجبة. أي ماذا؟ أي أن الخاصية بي لآن زائد واحد كيف هي؟ محققة. نقول وأخيرا نعود إلى البرهان التراجع، وأخيرا نجد أن إي لآن قيمة موجبة تماما. إذا احفظوا هذه في البرهان بالتراجع. أولا عندنا بداية التراجع نأتي إلى أول حد وضعناه هنا فوجدناه محقق، ثم هذه التي تعطى لنا أن نبرهنها قلت نفرضها، ونثبت التي بعدها اللي هي إي لآن زائد واحد
نثبت على أنها موجبة. كيف ذلك؟ عندنا من الفرضية أنه هذا موجب، وهذه من الأعداد الطبيعية الغير المعدومة موجبة، بضرب واحد هذه في اثنان فوجدنا أن هذه القيمة موجبة، وهذه بطبعها هي إي لآن زائد واحد، إذن إنها موجبة. وأخيرا نعود إلى البرهان، نقول أنه إي لآن قيمة موجبة فقط يا أبنائي، وانتبهوا إلى هذه القيمة لأنها سوف تساعدنا ربما في الأسئلة القادمة. بعدما أنهينا مع هذا الجزء سوف نتطرق الآن إلى جيم ودرس اتجاه تغير المتتالية إي لآن. إذا نكتب هنا دراسة اتجاه ماذا؟ تغير المتتالية. من هي المتتالية؟ اللي هي إي لآن. ولا ننسى أنه أثبتنا أنه إي لآن قيمة موجبة من البرهان بالتراجع، هذه لا تنسوها. ننطلق نقول ندرس ماذا؟ ندرس إشارة الفرق. من هو الفرق؟ اللي هو إي لآن زائد واحد ناقص إي لآن. دائما لما يقول أدرس اتجاه التغير المتتالية ندرس إشارة إي لآن زائد واحد ناقص إي لآن. إذا وجدت قيمة موجبة فنقول متزايدة، إذا وجدت قيمة سالبة فإنها متناقصة، إذا وجدت تساوي صفر فإنها ثابتة. ننطلق فنقول إي لآن زائد واحد ناقص إي لآن يساوي إي لآن زائد واحد، ها هي قيمتها اللي هي كم؟ اللي هي آن على ماذا؟ على 4 في آن زائد واحد في إي لآن ناقص إي لآن. ما رأيكم أبنائي لو نستخرج إي لآن من هنا وإي لآن من هنا عامل مشترك، فتصبح لنا هكذا إي لآن في ماذا؟ هنا يبقى لنا آن على ماذا؟ على آن على 4، دائما نعتذر 4 في آن زائد واحد ناقص واحد هكذا. لم أفعل شيء، استخرجت الإي لآن من هنا ومن هنا، فلاحظوا هنا ماذا بقي، ويبقى لكم هنا الناقص واحد. ثم نكمل، تصبح لنا تساوي لنا إي لآن، ونأتي بالداخل نوحد المقام، تصبح لنا آن، ركزوا جيدا، هكذا، المقام إذا قلنا أنه هي 4 آن زائد 4، نشرت هذا هنا وهذا هنا، ثم البسط تصبح لنا ناقص واحد في 4 آن ماذا؟ زائد 4، وحدت المقام لهذا كذلك معهم حتى تفهموا جيدا. فأصبحت ماذا تساوي؟ تساوي لنا إي لآن، ثم هكذا المقام اللي هو 4 آن زائد ماذا؟ زائد 4، أما البسط لا نتعجل، آن ثم هذا في هذا ناقص 4 آن ثم هذا في هذا ناقص 4. فماذا ينتج؟ ينتج لنا أنه إي لآن في ماذا؟ في ناقص 3 آن هكذا ناقص 4 على ماذا؟ على 4 آن زائد ماذا؟ زائد 4، لأن المقام قلت نشرته. لكن ماذا نملك؟ لدينا أنه إي لآن قيمة كيف هي؟ موجبة تماما من البرهان بالتراجع، إذن هذه القيمة موجبة. لكن عندنا هذه القيمة كيف هي؟ إنها قيمة سالبة، ناقص 3 آن ناقص 4، قيمة كيف هي؟ قيمة سالبة، لأن هذا الآن هو عدد طبيعي ليس عدد حقيقي. خذوا من الواحد اثنان ثلاثة أربعة، لا تأخذوا الصفر، لأن آن قلنا عدد طبيعي موجب تماما. يعني كيف هو؟ يعني عدد طبيعي يختلف عن الصفر، لأن تصبح هذه القيمة كيف هي؟ سالبة. وعندنا كذلك اللي هي واحد على 4 آن زائد 4، هذه قيمة موجبة. تخيلوا الآن هذا سالب هكذا، اسمعوا جيدا، هذا كيف هو؟ هذا سالب وهذا موجب. الموجب على السالب إنه موجب، إنه سالب، إنه سالب، وهذا كيف هو؟ إنه موجب. تخيلوا الآن هذا كليا ماذا يعطي لكم؟ يعطي لكم قيمة سالبة. السالب في الموجب يعطي لنا قيمة كيف هي؟ قيمة سالبة، حتى نفهم جيدا. إذن هذا أعطى لنا هكذا، لاحظتم؟ يعني أرجو قد فهمتم، هذا موجب من البرهان بالتراجع، وهذا موجب مهما كان، وهذا مهما كان سالب، عوضوا بأي عدد فإنه سالب، لأن الآن عدد طبيعي ونضربه في ناقص يصبح لنا سالب، ونضيف له عدد سالب فإنه سالب. السالب على الموجب سالب، مضروب في العدد الموجب إنه سالب. نقول فوجدنا أن هذا الفرق اللي هو إي لآن زائد واحد ناقص إي لآن قيمة سالبة تماما. نقول ومنه المتتالية التي اسمها إي لآن كيف هي؟ متناقصة. كيف؟ تماما على آن، على الأعداد، على آن نجمع أعتذر. هكذا يا أبنائي قد أنهينا مع هذا السؤال.
بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى سؤال آخر. قال استنتج أنها متتالية متقاربة وأحسب نهايتها. إذا نكتب هنا استنتاج أن ماذا؟ أن إي لآن كيف هي متتالية متقاربة. أولا لاحظوا جيدا، نقول بما أن إي لآن متتالية كيف هي متناقصة تماما ومحدودة من الأسفل بماذا؟ بالعدد من صفر، لأن قلنا برهنا أنه إي لآن أكبر تماما من الصفر. يا أبنائي ركزوا، أولا متناقصة، وبرهنا بالتراجع أنه إي لآن أكبر تماما من الصفر يعني محدودة من الأسفل. كل متتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة، وكل متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة. أما إذا كانت متناقصة ومحدودة من الأعلى لا يمكن أن نقول شيء. إذا قلت محدودة من الأسفل بالعدد صفر، يقول أحدكم كيف عرفت؟ ها هي، نقول هي تريد أن تنزل فوجدت الصفر في هنا، إذا تريد فهي متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد صفر. نقول فإنها كيف هي؟ فإنها متقاربة. درستم هذه كمبرهنة. كل متتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد فإنها متقاربة نحو نهاية اسمها ماذا؟ هذه النهاية اسمها L. الآن ثم قال أحسب نهايتها. إذا نقول أول حساب ماذا؟ ليميت إي لآن لما أن يؤول إلى زائد من، هذا هو المقصود بأحسب نهايتها، يجب أن يكون أن يؤول إلى زائد من لأنه عدد طبيعي. تعالوا ننطلق، نقول بما أن إي لآن كيف هي؟ متقاربة نحو نهاية L. فإن ماذا تقول القاعدة؟ فإن ليميت إي لآن زائد واحد تساوي لنا ليميت، ركزوا جيدا، ليميت إي لآن لما آن كان يؤول إلى زائد ما لا نهاية، وهنا كذلك آن يؤول إلى زمن، ماذا تساوي؟ قلنا تساوي لنا L. تساوي كم؟ L. هذا ماذا يعني؟ يعني نأتي بهذه العبارة، دققوا جيدا، نأتي بهذه العبارة، قلنا هذا نهايته كم؟ L. إذا نضع هنا L، وهذا نهايته كم؟ إنها ماذا؟ كذلك، لاحظوا وانتبهوا معي. إذا قلنا هذا، لاحظوا هذا نضع L، وكذلك هذا L، ونحل هذه المعادلة ذات المجهول L. ركزوا جيدا، فماذا ينتج؟ ينتج لنا L ناقص، ننقل هذا الطرف إلى الآخر، N على 4 في N زائد 1 في L يساوي الصفر. نستخرج ماذا؟ نستخرج L عامل مشترك، بحيث واحد ناقص N على 4 في N زائد 1، هكذا الكل مضروب في L يساوي الصفر. ركزوا جيد، هنا يمكن أن نوحد المقام، اللي هو إذا وحدنا المقام أصبح لنا واحد في 4 N زائد 4، بعدما نشرنا المقام مباشرة أصبح لنا 4 N زائد 4 هكذا، ناقص ماذا؟ ناقص N على 4 N زائد 4، نشرت قلت المقام فقط حتى تفهموا الفكرة، في L يساوي الصفر. ركزوا أرجوكم، يمكن الآن أن ننشر، أصبح لنا ماذا؟ ننزع الأقواس، هذا القوس لأن هنا الواحد والواحد لا يحدث شيء، أصبح لنا ماذا؟ أصبح لنا 3 N زائد ماذا؟ زائد 4 على 4 N زائد 4 في L يساوي الصفر. لكن عندنا 3 N زائد 4 على 4 N زائد 4، هذه مستحيل تساوي الصفر، مستحيل، وعوضوا بأي عدد طبيعي يختلف عن الصفر. فإذا كان جداء عددين يساوي الصفر، وهذا مستحيل أن يساوي الصفر، فمن هو الذي يساوي الصفر؟ فإن ماذا؟ فإن L هو الذي يساوي الصفر. إذا كم هي النهاية؟ إذا مباشرة نقول ليميت إي لآن لما آن يؤول إلى زائد ما لا نهاية كم تساوي؟ تساوي لنا صفر. أرجو قد فهمتم. إذا لما نقول أن المتتالية متقاربة فتصبح لنا هنا هذه نهايته L وهذا L، ثم قمت بحل المعادلة هذه ذات المجهول L فوصلت إلى أن هذه مستحيل أن تساوي الصفر. من هو الذي يساوي الصفر؟ أكيد هو L. إذا L يساوي صفر، إنها نهاية هذه المتتالية.
بعدما أنهينا مع هذا الجزء سوف نتطرق الآن إلى الجزء الثاني. قال نعتبر متتالية العددية في لآن المعرفة كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم آن، فإن في لآن تساوي لنا آن في إثنان قوة آن في أو لآن. السؤال ألف قال بيّن أن في لآن متتالية هندسية. إذا نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن في لآن بين قوسين متتالية. كيف هي؟ هندسية. أكيد يطلب عناصرها المميزة اللي هي حدها الأول والأساس. نقول تكون ماذا؟ تكون في لآن متتالية. كيف هي؟ هندسية إذا كان ماذا؟ ركزوا جيدا التعريف ماذا يقول. يقول أنه في لآن زائد واحد يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا في لآن في عدد اسمه كي. إذا وجدنا هذا الأمر فإن المتتالية متتالية هندسية. لكن من أين ننطلق؟ إذا جئنا هنا ووضعنا زائد واحد، فنضع هنا زائد واحد ونضع هنا زائد واحد، كيف؟ لاحظوا وانتبهوا، سوف أشرح كل شيء بالتفصيل. أولا عندنا في لآن زائد واحد ماذا تساوي؟ تساوي لنا هكذا، دققوا، تساوي لنا آن زائد واحد في إثنان قوة آن زائد واحد في إي لآن زائد واحد. الذي نضعه هنا نضعه هنا ونضعه هنا ونضعه هنا. إذا نحن عندنا قلنا في لآن زائد واحد، إذا هنا آن زائد واحد وهنا آن زائد واحد وهنا آن زائد واحد وهنا آن زائد واحد علينا. ثم تصبح لنا تساوي ماذا؟ تساوي لنا آن زائد واحد في إثنان قوة آن في إثنان. اجمعوا هذا، إثنان قوة آن في إثنان هو إثنان قوة آن زائد واحد، جمع الأسس. ثم عندنا هذا، هذا ما هي قيمته؟ ها هي قيمته، سوف نجلبها ونضعها هنا. فماذا؟ أصبح لنا في آن على 4 في آن زائد واحد هكذا، دققوا، في إي لآن. هذه هي قيمة هذا العدد. لاحظوا وانتبهوا معي أرجوكم لا تتعجلوا. وعلينا أن نصل إلى ماذا؟ أولا يجب علينا أن أفهم إلى ماذا أصل. يجب أن أصل إلى في لآن في كي. ما معنى في لآن في كي؟ يجب أن أصل إلى هذه القيمة مضروبة في عدد حقيقي، لأن في لآن ها هي في لآن في كي انطلاقا من هذه القيمة. دققوا، تصبح لنا هكذا، تصبح لنا تساوي، سوف أقوم هنا بتحويط ذلك، انظروا إلى في لآن، ها هي في لآن، لاحظتموها؟ أليس هذه هي هذه؟ نعم. ونلاحظ على ماذا سوف يبقى، تصبح لنا ماذا؟ إثنان قوة آن في ماذا؟ في آن، لأن الضرب عملية تبديلية، يعني هذا سبقته على هذا، ثم نترك التي بقيت في إي لآن. ماذا بقي لنا يا أبنائي بعدما قمت بالتحويط؟ بقيت لنا هذه القيم، انظروا ها هي القيم التي بقيت لنا. ما هي؟ انظروا، هي آن زائد واحد في إثنان على ماذا؟ على 4 في آن زائد ماذا؟ زائد واحد. لم أفعل شيء، دققوا الآن، ها قد اقتربت النتيجة. فننطلق نقول في لآن زائد واحد تساوي، هذه القيمة هي قيمة ماذا؟ قيمة، قلنا ماذا؟ قلنا هي قيمة في لآن، ها هي أمامكم، انظروا، هذه هي هذه اللي هي في لآن. سبحان هنا في لآن. ثم عندنا شيء هو هذا يذهب مع هذا لأن في، وهذا يذهب مع هذا، فماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا في واحد على إثنان. يقول أحدكم لم أفهم، انزعوا هذا آن زائد واحد وآن زائد واحد، ثم تبقى لنا إثنان على 4، انزعوا من البسط إثنان ومن المقام إثنان، تبقى لنا واحد على إثنان. هل الآن نأتي الآن إلى التعريف الذي قلنا علينا أن نصل إليه؟ انظروا، هل وصلنا إلى المطلوب؟ في لآن تساوي في لآن، الكي كم هو؟ إنه نصف. نقول ومنه في لآن متتالية. كيف هي؟ هندسية، أساسها كي يساوي لنا واحد على إثنان. أرجو قد فهمتم الفكرة، مجرد تقنيات حسابية. ثم بعدما حسبنا هذا الأمر قال كذلك وحدها الأول، حدها الأمر ليصبح هو أمر جد بسيط يا أبنائي. إذا نقول حساب ماذا؟
في لواحد. فهنا حساب في لواحد أمره جد بسيط، نأتي بهذه العبارة التي تربط ما بين الفي لآن والإي لآن، ونعوض هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد. فماذا ينتج؟ يصبح لنا في لواحد يساوي واحد هو واحد في اثنان في إي لواحد، ها هو إي لواحد كم؟ إنه ربع. فنختزل من هنا ومن هنا، فأصبح لنا في لواحد يساوي لنا واحد على اثنان. إذا تذكر، والأساس كم؟ وأساس كي إنه واحد على اثنان فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال، جاء السؤال الآخر، قال أكتب كلا من في لأن وإي لأن بدالة أن، يعني عبارة الحد العام. إذا نقول كتابة في لأن بدلالة أن. أولا نحن ماذا نملك؟ أنه في لأن متتالية هندسية، أساسها كي نصف، وحدها الأول في لواحد يساوي لنا واحد على اثنان. فتقول قاعدة في لأن يساوي في لي بي في كي قوة ان ناقص بي، هذه الحالة العامة. لكن هي من أين انطلقت؟ انطلقت من في لي واحد. إذا نضع هنا واحد ونضع هنا واحد، فماذا ينتج؟ ينتج لنا أن في لي ان يساوي في لي واحد هو كم؟ قلنا هو نصف، ها هو أمامكم إنه النصف. والكي كم؟ هو واحد على اثنان قوة ان ناقص واحد، لكن هذا قوته كم؟ قوته واحد. جمع القوى، أصبحنا في لآن يساوي واحد على اثنان الكل قوة واحد زائد آن ناقص واحد، لأن جمع القوى هنا، لأن ماذا؟ لأن عندنا نفس هنا الأساس نصف نصف، يعني نفس العدد. فيذهب هذا مع هذا، فنجد ماذا؟ لاحظوا وانتبهوا، فنجد أن في لآن يساوي لنا واحد على اثنان الكل قوة آن. هذه هي عبارة الحد العام للفي لآن بدلالة آن. ثم بعدما أنهينا مع الفي لآن، أكيد سوف نأتي الآن إلى الإي لآن. إذا نقول كذلك إي لآن بدلالة آن، أو نكتب هنا تعيين أو كتابة. ماذا نملك؟ نقول لدينا، عفوا، نقول لدينا أنه ماذا؟ أنه في لآن يساوي لنا آن في اثنان قوة آن في إي لآن. هذا بما أنه في، إذا انتقل أين ينتقل؟ ينتقل إلى هنا، فتصبح لنا هكذا في لآن على آن في اثنان قوة آن يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا إي لآن. لكن الفي لآن هذه ها هي قيمتها، دققوا فقط، الأمر جد بسيط. أصبح لنا واحد على اثنان الكل قوة آن على آن في اثنان قوة آن يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا إي لآن. لماذا أبنائي؟ لأن هذه عوضتها بما تساويها. لكن يمكن أن نكمل هنا الحساب ولا نتعجل، رويدا رويدا. فهذه تصبح لنا هكذا إي لآن يساوي واحد على ماذا؟ على آن في واحد على اثنان الكل قوة آن، وفي واحد على اثنان قوة آن، يعني قمت هنا بكل واحد، يأخذ هذا لوحده وهذا لوحده وهذا لوحده اللي هو واحد على، لا يمكن أن نقول في اثنان قوة آن بل واحد على. لكن لا تنسوا أن هذه الكتابة اللي هي واحد على اثنان قوة آن هي نفسها واحد على اثنان الكل قوة آن، نفس الشيء، لأن الواحد هذا واحد قوة آن هو ما زال هو واحد. إذا هذه يمكن أن ننزع من هنا هذا الآن ونضعه كذلك هنا، لأن قلت هذه الكتابة واحد على اثنان قوة آن هي واحد على اثنان الكل قوة آن. الآن واحد على اثنان قوة آن في واحد على اثنان قوة آن هي جمع الأسس، فأصبح لنا إي لي آن يساوي واحد على اثنان، عفوا، واحد على آن في واحد على اثنان جمع الأسس قوة اثنان آن، لأن اجمعوا هذا مع هذا يعطي لكم اثنان آن، يعني آن زائد آن اللي هو اثنان آن فقط أبنى. بعدما أنهينا مع هذا السؤال، جاء السؤال آخر، قال ثم أثبت صحة تقارب المتتالية إلي آن، بالرغم نحن قلنا أنها متقاربة نحو الصفر. نقول إثبات ماذا؟ صحة تقارب ماذا؟ المتتالية التي اسمها إي لآن. ماذا نقول؟ عندنا أولا ليميت إي لآن لما آن يؤول إلى الزائد، يعني هنا الأمر العكسي،
إذا وجدنا نهاية منتهية لأي متتالية فإنها متقاربة. فهنا بما أن وجدنا عبارة الحد العام لديها، فهنا نحسب نهايتها. إذا وجدنا ذلك النهاية منتهية يعني تساوينا 5 0 3 4 2 فنقول إنها متقاربة. كل متتالية نهايتها محدودة فإنها متقاربة، هذه مبرهنة عكسية. فأصبحنا تساوينا ماذا؟ تساوينا الليميت 1 على آن في 1 على 2 الكل قوة آن لما آن يؤول إلى الزائد ما لا نهاية. لكن نحن نعلم يا أبنائي أن ليميت 1 على آن لما آن يؤول إلى الزائد، يعني تقرأ 1 على ما لا نهاية كم؟ 0. وعندنا كذلك ليميت 1 على هنا 2 آن، نعتذر 2 آن، إذا 1 على 2 الكل قوة 2 آن لما آن يؤول إلى الزائد ما لا نهاية هذه كذلك صفر، لأن 1 على 2 محصور ما بين الواحد والناقص واحد. إذا كان عندنا أساس محصور ما بين الواحد والناقص واحد وعنده قوة فإن نهايته يذهب إلى الصفر. إذا فإن هذه كم تساوي؟ تساوينا صفر. لماذا؟ لأن هذه صفر وهذه صفر، صفر في صفر إنه صفر. بما أن وجدنا أن نهاية هذه المتتالية إنها منتهية نقول ومنه إي لآن متتالية، كيف هي؟ متقاربة نحو ماذا؟ نحو العدد صفر، مثل ما وجدناها في الجزء الأول لما وجدنا آل تساوي صفر. إذن فأثبتناها بطريقتين، الطريقة الأولى استعملنا الأمر العكسي لكن هنا استعملنا النهايات. إذا وجدنا لما حسبنا نهاية متتالية وجدناها قيمة ليس بالضرورة صفر إنما منتهية، فنقول إن المتتالية تلك إنها متتالية متقاربة فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال جاء الجزء الآخر، قال ثالثا أحسب بدلالة، هنا بدلالة آن المجموع آس آن حيث، إذا نكتب هنا حساب آس آن بدلالة آن. لكن نحن نعلم أبنائي أن آس آن ماذا؟ آس آن هو مجموع لحدود متتابعة لمتتالية، ما هي؟ هندسية أساسها كم؟ كي يساوي نصف وحدها الأول، في لواحد كم يساوي نصف؟ فماذا تقول؟ يقول في لي عفوا آس آس آن يساوي هكذا الحد الأول للمجموع في الأساس قوة عدد الحدود، عدد الحدود هو الدليل الكبير ناقص هذا الدليل الصغير هو ناقص واحد، وتضيفون واحد دائما ما عندكم، الدليل الكبير ناقص صغير زائد واحد، ناقص واحد على السطر على الأساس ناقص واحد، وفي بعض الكتب تجدونها واحد ناقص الأساس قوة عدد الحدود على واحد ناقص، كلاهما صحيح، ضرب البسط والنقام في ناقص واحد فقط، لأن الكثير يرسل لي عبر صفحتي في فيسبوك أو في قناة في اليوتيوب يقول أنت تخطئ في القانون، القانون هو صحيح لأن ضرب البسط والنقام في الناقص فيبقى هو هو. سبحان آس آن يساوي في لواحد نحن نملك اللي هو واحد على اثنان في الأساس اللي هو واحد على اثنان، يذهب هذا مع هذا قوة آن ناقص واحد على واحد على اثنان ناقص واحد، يمكن هنا أن نوحد المقام هكذا فيصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا واحد على اثنان في واحد على اثنان الكل قوة آن ناقص واحد على ناقص واحد على اثنان لأن هذه تعطي ناقص واحد على اثنان. يمكن أن نختزل هذا مع هذا، دققوا أرجوكم الأمر جد بسيط، أصبح لنا ماذا؟ أصبح لنا آس آن يساوي هكذا، بما أن ذهب هذا مع هذا سوف أقوم بالمحي هكذا وهكذا، لكن يبقى لنا هنا ناقص واحد، هذا الناقص بما أن سبق يمكن نقله إلى هذا المكان وحذفه من هذا المكان وهكذا، وجعل شيء اسمه الأقواس احذروا لأن الناقص ذلك قمنا بإسعاده إلى خط الكسرة، ثم ننشر هذا هنا وننشر هذا هنا، الناقص معناه أصبحنا واحد ناقص واحد على اثنان الكل قوة آن، لأن عكست هذا يصبح ناقص هو ناقص والناقص في الناقص يصبح لنا زائد، هذا هو مجموع تلك حدود المتتابعة للمتتالية الهندسية في لآن فقط أبنائي. ولو طلب منا حساب مثلا نهايته، لو قال أحسب ليميت آس آن لما آن يؤول إلى زائد ما أكيد كم يساوي؟ يساوينا واحد لأن هذه القيمة
أين يذهب نهايتها؟ هذه القيمة لو حسبناها تذهب إلى الصفر. لماذا؟ لأن واحد على اثنان محصور ما بين الواحد والناقص واحد. إذا وضعنا له القوة فإن هذه تذهب إلى الصفر، فيكون نهاية هذا المجموع هي واحد. لكن هو لم يطلب هذا، لكن أنا شرحته حتى يكون الشرح جد واضح وشامل فقط. بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى السؤال الأخير، لكن يحتاج إلى نوع من التركيز معي. قال أحسب بدلالة آن الجداء بي آن، حيث بي آن يساوي واحد أولي واحد في اثنان في أولي اثنان في ثلاثة في أولي ثلاثة إلى غاية آن في أولي آن. إذن أولا نكتب هنا حساب ماذا؟ بي لآن بدلالة آن. دائما في هذه الأمور التي تروها متغيرة عليكم أن تأتوا إلى آخر حد، سوف تجدون علاقة ما بين الأشياء. إذن دائما أنصحكم بآخر حد، دققوا الآن إلى آخر حد اللي هو آن في إلي آن. آن في إلي آن ها هو أمامكم في تلك العلاقة التي أعطيت لنا أنه في إلي آن تساوي آن في إثنان قوة آن في إلي آن. إذن ها هي، انظروا ها هو. إذن فماذا ينتج؟ ينتج لنا آن في اي لي ان ماذا يساوي؟ يساوي لنا في لي ان على اثنان قوى ان. يقول احدكم لماذا يا استاذ؟ انظروا في لي ان يساوي لنا ان في اثنان قوى ان في اي لي ان. الان نريد ان نقول ان في اي لي ان ماذا يساوي؟ ان في اي لي ان. يقول احدكم لماذا يا استاذ؟ لان انظروا نحتاج هذه ان في اي لي ان، فينتج لنا ماذا؟ آن في إي لآن يساوي في لآن، وهذا بما أن في ينتقل إلى المقام. ها هي العلاقة التي وجدناها الآن. هنا الأمر الآن يصبح جد بسيط. ماذا لو نعوض هنا؟ الفي لآن قلنا هي واحد على اثنان الكل قوى آن. على ماذا؟ على اثنان قوى آن. تصبح لنا تساوي، ركزوا جيدا، سوف أجد العلاقة الأخيرة هذه ثم نطبقها على جميع الحدود. هذه نفس الخطة تطبق عليهم، لكن دائما أنصحكم بالحد الأخير، أوجدوا علاقة بينه وبين باقي الحدود. لاحظوا تصبح لنا واحد على اثنان الكل قوى آن في واحد على اثنان الكل قوى آن. لا هكذا، هذه لاحظوا هذا لوحده وهذا، لاحظوا وهذا قلت لوحده، لكن هذه العبارة انظروا هذه أليس هي نفسها أن ننزع هذا ونضع هذا هكذا؟ نعم، مثل ما فعلنا في الأول، لأن الواحد قوة أن هو نفسه واحد. إذن فأعطيت للبسط والمقام نفس القوة. ثم الآن واحد على اثنان قوة أن في واحد على اثنان قوة أن ماذا تساوي؟ أليس هي واحد على اثنان وجمع القوى اللي هي آن زائد آن اللي هي اثنان آن؟ نعم. الآن سوف نطبق. إذا تخيلوا ماذا وجدت؟ وجدت أنه آن في إي لآن يساوي لنا واحد على اثنان الكل قوة اثنان آن. الآن سوف أطبق على جميع الحدود هذه الخاصية. كيف ذلك؟ لاحظوا وانتبهوا معي أرجوكم. إذا عندنا واحد في إي لواحد ماذا يساوي؟ هذا في الأصل مكتوب هنا كم؟ واحد في إلي واحد، لكن الواحد لا يظهر دائما. إذا واحد في إلي واحد، طبقوا الآن هذه الخاصية، طبقوا. إذا وضعتم هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، فماذا ينتج؟ ينتج لكم أنه واحد في إلي واحد هو واحد على اثنان الكل قوة اثنان في واحد اللي هو اثنان. الآن تخيلنا نأتي الآن إلى نضع هنا، نأتي إلى هذا الحد، وضعوا هنا اثنان اثنان اثنان، فماذا ينتج؟ ينتج لكم هكذا اثنان في إي لي اثنان يساوي لنا واحد على اثنان، ونعوض هنا باثنان معناه قوة ماذا؟ قوة أربعة. لاحظتم؟ هيا نكمل إلى غاية هكذا، ثم نأتي الآن إلى ثلاثة. ثلاثة في إي لي ثلاثة يساوي لنا واحد على اثنان الكل قوة، عوض هنا بالثلاثة معناه ستة. وهيا ننزل رويدا رويدا، تابعوا معي أرجوكم نقطة نقطة أبنائي حتى تتعلم. إذن هكذا دواليك حتى نصل إلى آخر حد. أنا قلت هو أمر استنتاجي. آخر حد هكذا إلى غاية آن في إي لي آن يساوي لنا واحد على اثنان الكل قوة اثنان آن. ها هو أمامكم. الآن نأتي هكذا نقول بالضرب عموديا طرف لمن؟ طرف لطرف. فماذا نجد؟ تعالوا الآن لاحظوا بأم عينكم وركزوا معي. تعالوا نضرب الآن طرف لطرف. فهذا إذا ضربناه واحد في إلي واحد في اثنان في إلي اثنان في ثلاثة إلي ثلاثة إلى غاية آن في إلي آن، أليس هذا بالضرب؟
دققوا هنا، أليس هذه القيم التي نضربها هي نفسها هذه؟ نعم. وماذا تساوي؟ وتساوينا بي لآن. تساوينا ماذا؟ تساوي هكذا، تساوينا بي لآن، لأن هذه الحدود المضروبة هي نفسها بي لآن التي أعطيت لنا. حتى تفهموا يا أبنائي ركزوا، هذه هي نفسها هذه التي أشير، عفوا، إذا قلت هذه هي نفسها هذه بالجداء وتساوينا ماذا؟ وتساوينا بي لآن. لاحظتم؟ إذا ثم ماذا يبقى لنا في الطرف الآخر؟ الطرف الآخر يصبح يساوي واحد على اثنان، الكل قوة اثنان، لاحظوا الكل قوة اثنان في هذا، هكذا إلى غاية هنا. ثم ماذا؟ ثم واحد على اثنان الكل قوة أربعة، ثم واحد على اثنان الكل قوة ستة، إلى غاية واحد على اثنان الكل قوة اثنان آن. ها هي أمكم، انظروا بالضرب طرف لطرف تحصلنا على هذا. الآن نكمل ونتابع جيدا، ماذا ينتج؟ ينتج لنا أن بي لآن يساوي واحد على اثنان، ونجمع الأسس. لماذا نجمع الأسس؟ مثلا وكمثل عشرة في عشرة مربع في عشرة مكعب، ماذا نقول؟ أليس هي عشرة قوة واحد زائد اثنان زائد ثلاثة؟ لماذا؟ لأن هنا عندنا نفس الأساس، اللي هو يساوي لنا اثنان زائد ماذا؟ زائد أربعة زائد ستة زائد ثمانية زائد 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 إلى غاية اثنان آن. لقد نتجت متتالية هنا في الأس، متتالية حسابية، متتالية كيفية؟ حسابية. تصبح لنا هذه حدود أو حدود متتابعة لمتتالية حسابية، عفوا قلت حسابية، أساسها R يساوي اثنان، وحدها الأول إي عفوا إذا سميناها نسميها اسم من عندنا T لواحد يساوي لنا كم؟ يساوي لنا اثنان. فماذا تصبح لنا؟ P لآن يساوي واحد على اثنان في مجموع المتتالية الحسابية. يقول عدد الحدود، عدد الحدود في رأيكم كم يوجد هنا في نص التمرين؟ يعني يتابع نفس التمرين، الدليل الكبير ناقص الصغير زائد واحد، هذا ناقص هذا زائد واحد. لاحظوا آن ناقص واحد زائد واحد، قلت هذا ناقص هذا زائد واحد، دائما نضيف واحد، يذهب هذا مع هذا، كم يصبح؟ يصبح لنا آن. إذا نقول مجموع المتتالي الحسابية، تذكروا، يساوي لنا عدد الحدود اللي هو آن على اثنان في الحد الأول للمجموع، ها هو الحد الأول اللي هو اثنان، زائد الحد الأخير للمجموع، ها هو اللي هو اثنان آن. أرجو قد فهمتم الفكرة، لأن هذه متتالية حسابية التي في الأس. نكمل الآن الحساب رويدا رويدا. سبحانه P لآن يساوي واحد على اثنان الكل. أن نستخرج هنا، يمكن أن نستخرج من هنا ومن هنا، نستخرج الاثنان، يعني تصبح لنا هنا واحد وهنا آن، ونستخرج وهنا تلك الاثنان، يذهب هذا مع هذا، فماذا ينتج؟ ينتج لنا قوة آن في آن زائد واحد. قمت بعملية الاختزال هنا فاستخرجت، كانت مكتوبة هكذا، اثنان زائد اثنان آن. هذه ما هي؟ أليس هي اثنان في آن زائد واحد؟ نعم. وكانت هنا مضروبة من قبل في آن على اثنان، فأصبحت هنا كذلك آن هكذا، عفوا، مضروبة في آن على اثنان، فهنا كذلك في آن على اثنان، فذهب هذا مع هذا. لاحظتم؟ بما أن ذهب هذا مع هذا، ماذا يبقى؟ آن في آن زائد واحد، ها هي تلك الجداء بدلالة آن فقط، حتى نفهم الفكرة جيدا. ولو طلب نهايته، أكيد نهايته كذلك، اللي هو ليميت بي لآن لما آن يؤول إلى زائد، ما هذه كذلك صفر، لأن هذه القيمة كم محدودة بين الواحد والناقص واحد، فإن نهاية هذا كليا أكيد سوف يكون كم؟ يكون لنا صفر مهما كان يا أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم ألا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار، وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.